جدا والمزيد من المعادلات الجذرية. لدينا هنا x ناقص 9، هذا السؤال الأول وهذا السؤال الثاني، ويساوي تحت الجذر 3x ناقص 4 لإيضاحها فقط. إذن كما هو الحال في المعادلات الخطية، إذن لنقوم بحل المعادلة حتى نتخلص من الجذر. هنا نضيف تربيع على الطرف الآخر، x ناقص 4 الكل تربيع ويساوي، لأن هنا تربيع مع تربيع تذهب 3x ناقص 4. الآن لابد من كما هو الحال في المعادلات، يعني كما كنا نأخذ، يعني أنه سنقوم بتوزيع التربيع على ثلاثة حدود هكذا. إذن هنا x تربيع ناقص ثمانية x، يعني اثنان في الحد الأول، في الحد الثاني يعني اثنين، في أربعة في x، ثمانية x زائد ستة عشر. إذن ويساوي أيضا ثلاثة x ناقص 2. الآن سنتخلص من 2 من هذا الطرف، ننقلها إلى الداخل بالنظير، سننقلها على الطرف في الداخل، يعني ننقلها إلى الداخل. هنا سالب 3x، أيضا هنا سنضع موجب 2 وأيضا سالب 3x، هنا ستذهب طبيعة الحال فيصبح لدينا صفرا. هنا 16 يعني ستصبح 18 زائد يعني 2، 18 زائد هنا أيضا 8 زائد 3 يعني سالب، نضع إشارة السالب ونجمع تصبح 11 x، وتنزل x تربيع كما هي. نلاحظ أصبح تكونت لدينا مربع أو الفرق بين حدين. سنقوم بتحليلها بأنه نفتح قوسين اثنين، نحلل x هنا في القوس الأول والثاني، سنقول عددان حاصل ضربهما 18 وجمعهما أو الفرق بينهما يعني طرحهم 11، يعني هو جمعهم إذا كانت سالب، سالب في هذه الحالة هيكون 9 في 2 18 وجمعها سالب سالب فتصير عندنا 11 اللي هو الحد الأوسط. إذن هنا 9 هنا 2، إذن هنا حللناه إلى عواملها الأولية. والمزيد من التحليل، لنرى سؤال آخر. لدينا هنا 2 خارج القوس تحت القوس 3x زائد 4 يساوي 8 هذه المعادلة. سنقسم طرفي المعادلة على 2، هنا 2 يعني نعيد كتابة ابتداء المعادلة، 2 3 x زائد 4 يساوي 8. سنقوم بقسم طرفي المعادلة على 2 على 2، فبالتالي ستصبح لدينا وأيضا بتربيع، إذا نصبح لدينا إذا هنا قسمتها هنا 4، وهنا أيضا نتخلص يعني أصبح تحت الجذر لدينا 3x زائد 4. حتى نتخلص من التربيع لابد من التربيع حتى يذهب، وهنا أيضا لابد من تربيعها حتى يعني نضعها مربعها هو 16، وتصبح لدينا هنا تساوي 3x زائد 4. فبالتالي إذا نتخلص من 4 على الطرفين، يعني سالب 4 سالب 4 تذهب فتصبح لدينا 3x ويساوي 16 ناقص 4 12. يعني النظير لابد من قسمة المعامل على طرفي المعادلة، فأيضا هنا x تساوي 4 وهي أيضا أبسط صورة، ويعني قسمناها على المعامل كما رأينا. إذن هذا هو الحل بأبسط صورة، حل المعادلات الجذرية. كما لاحظنا يعني
نفس المعادلات الخطية والتربيعية السابقة.